بتاخذ الجول الثاني. انطلاقة الهجوين وانطلاقة ميسي، ممكن ميسي، ممكن ميسي، جول 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 مرمى رافع. شوف 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 شوف، لاحظ معاي لاحظ معاي لاحظ معاي، هبت ساندرو وكرة بينية وما فيه التسلل على الإطلاق، انطلاق ممكن ميسي، ليش لا؟ وتكون بطولة ميسي مثل ما كانت بطولة 86 مارادونا. ميسي ميسي ميسي، الثاني 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 الثاني. القائد يتألق، الكابتن يتألق، الشاب يتألق، وخلاص هو يمر وينفرد ويحطها في الجول، تعود على هذه الكرات. شوف الآن الانطلاقة والباص والتقدم إلى الأمام، ميسي يسجل الهدف الثاني. شوف واحدة الثانية من دي ماريا، يتقدم ميسي، يحاول حارس المرمى، مر من حارس المرمى، خلص كل شيء ميسي. شوف لك المتعة، لك الفرجة، لك الوراثة، لك المهارة، اللقطة بهذا الشكل، إنه ميسي ينطلق ويتقدم. وين علقها؟